شهدت محافظة بابل انطلاق المهرجان الثقافي السنوي بمناسبة ولادة كريم أهل البيت عليهم السلام بنسخته 15، الذي نظم من قبل الهيئة العليا للحلة مدينة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام برعاية العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، والذي رافقته فعاليات متعددة من أبرزها رفع راية الإمام الحسن المجتبى عليه السلام في وسط المدينة. عدة من الفعاليات يشهدها هذا المهرجان ابتداء من يوم 11 شهر رمضان ختاما بيوم 15 شهر رمضان، منها تكريم عوائل المشاهدة الحج الشعبي الأيتام، إضافة إلى احتفاء بالشخصية الحلية، إضافة إلى الاحتفال الرسمي الذي نشهده هذا اليوم، أمسية شعرية للشعر الشعبي بعد انقطاع بسبب جائحة كورونا تنفيذا لتعليمات المرجعية العليا الرشيدة والقطاع الصحي في الدولة. نعود إليكم هذا العام بمهرجان ولادة الإمام الحسن المركز السنوي 15 الذي اعتيد أن يقام برعاية العتبتين المقدستين في مدينة الحلة مدينة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. منهاج هذا العام كان حافلا بالفعاليات ضمن فعاليات المهرجان نفسه، فابتدأنا من اليوم 11 بالشهر واليوم يوم الافتتاح ليلة الولادة. المهرجان الذي حمل شعار الإمام الحسن المجتبى عليه السلام سبط الرسول وقرة عين الوصي والبتول شهد حضور عدد من الشخصيات الدينية والأكاديمية والحكومية، فضلا عن عدد من خدام عتبات كربلاء، وكان لخدام العتبة العباسية المقدسة النصيب الأوفر في تنظيم هذا المهرجان المبارك عبر إنجاز الأعمال التي وقعت على عاتقهم وأسهمت في إنجاحه، لا سيما مركز الكفيل للإنتاج الفني الذي قام بتغطية هذا الحفل إعلاميا، وكانت له بصمة واضحة في بزوغ فجر هذا المهرجان وإيصاله إلى شتى بقاع العالم. في هذا اليوم العطر وهو ذكرى ولادة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام في 15 من رمضان، دابت الحلة مدينة الإمام الحسن المجتبى برئاسة الهيئة العليا لمشروع الحلة مدينة الإمام الحسن على إقامة فعاليات مهرجان ولادة الإمام الحسن وبرعاية العتبتين المقدستين الشريفتين، العتبة العباسية المقدسة والعتبة الحسينية المقدسة، وبالتعاون مع إدارة مقام رد الشمس على إقامة هذا الفعاليات السنوية. مبارك للأمة الإسلامية جمعاء ذكرى ولادة الإمام الحسن المجتبى كريم آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. حقيقة ذكرى هذه الولادة يحيي شعيرة من شعار آل محمد، وكلهم هم بركات وذكرهم عبادة، ولا بأس أنه نذكر بعض الأمور المهمة من كرم الإمام الحسن ومن حيائه ومن مسامحته، حيث أن هذه الصفات الجليلة والكريمة لو اتصف بها المجتمع لانتهت كثير من المشاكل. وأيضا من الأمور المهمة التي يجب أن نعرج إليها أنه الإنسان إذا لم تكن له قدوة يقتفي أثرها ظل وابتعد عن طريق الحق. تخللت المهرجان في يوميه الأول والثاني فقرات منوعة، منها أهازيج ولائية وأشعار تغنت بحب صاحب المناسبة، فضلا عن رسالة هادفة قدمها أبناء شعبة كشافة الكفيل التابعة لقسم الإعلام، كشفت عن دور القوات الأمنية والفرق الصحية وحرصهم على أبناء بلدهم العزيز بواسطة عرضهم المسرحي الذي أبهر الحاضرين.